اليوم كانت تواجدوا بالمحطة السابعة للمنتديات الإقليمية التي تعقدها الشبيبة التجمعية لجهة طنجة سطول حسيمة تحت إشراف الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية. لقاء اليوم اختير له كشعار الشباب وسؤال الهوية الوطنية. هذا المحور اللي كنعتبروه محور عرضاني كيتقاطع مع اللقاءات السابقة، تحفيز وتحميس الشباب للمشاركة في أشغال الجامعة الصيفية بأكادير. كذلك كان فرصة للنقاش والتواصل حول مختلف اللقاءات السابقة التي طرحت موضوع الورش الدولة الاجتماعية برعاية صاحب الجلالة نصر الله وأيده. اليوم كان لنا الشرف في المشاركة في المنتدى السابع لشبيبة التجمعية اللي كانت في مدينة تطوان. حقيقة كان منتدى اللي حضر فيه أزيد من 300 شاب وشابة، وهذا الحدث اليوم حدث غير عادي، حدث جاء يعني في واحد سياق متميز اللي هيكون وراه مباشرة الجامعة الصيفية في نسختها الخامسة اللي هتكون إن شاء الله نهار الجمعة ونهار السبت بأكادير. اليوم حضرنا اجتماع ديال الشبيبة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وكان مرأس هذا الاجتماع السيد رشيد طلبي العالمي عضو المكتب السياسي والمنسق الجهوي للحزب ورئيس مجلس النواب، وكذلك رئيس الجهة عمر مورو وعضو المكتب السياسي، وكمال صبري عضو المكتب السياسي، ومصطفى البكوري رئيس جامعة تطوان والمنسق الإقليمي ديال التجمع الوطني للأحرار، بالإضافة إلى رئيس الشبيبة التجمعية على مستوى الجهة السيد عمر طافيش. وكان واحد اللقاء صراحة كبير، كان ممثل في جميع الأقاليم الثمانية ديال الجهة، وهذا اللقاء هو استعداد للجامعة الصيفية اللي غتقام في أكادير الخميس والجمعة والسبت بحضور السيد رئيس الحزب السيد عزيز أخنوش ورئيس الحكومة. هذا الانطلاقة وطبعا كان عبارة عن لقاء، وهذا اللقاء كان طبعا حضور فيه السيد المنسق الجهوي والأعضاء المكتب السياسي والمنسقين الإقليميين والبرلمانيين ديال الجهة، وهذا الحضور ديالهم ما هو إلا قيمة مضافة، وكيضيفوا على أنه الحزب عنده ناسو، عنده منتخب ديالو، عنده شبابو، عنده مؤسسة ديالو، المؤهلات والمؤسسات كلها ما هي إلا دفعة قوية للحزب. والحزب ينا ما طبعا الآن يشد طبعا مشهد سياسي هو رقم واحد وقيق الحكومة اللي هتكون فيها عدة ورشات أزيد من 67 مؤثر ومؤثرة، منهم هذا الورشة اليوم اللي كنظمها الشبيبة التجمعية بجهة الشمال حول الشباب وسؤال الهوية الوطنية، اللي حقيقة احنا كشباب كنفتخروا بهويتنا المغربية، تراثنا، بأعرافنا، بتقاليدنا. كان يعني دائما احنا كنكونوا يعني يعني كمغاربة دائما كنكونوا يعني يد وحدة في الأزمات، كنكونوا يد وحدة في الأفراح في وكأس 2022 كأس العالم هو خير مثال، وكذلك الأزمات ديال زلزال الحوت، كذلك كيفاش كنا عطينا درس للعالم يعني بالتلاحم ديالنا، بالتآزر ديالنا، كيفاش كنا قلب واحد، كيفاش واحد الساعة شدينا الطريق ومشينا وقفنا مع خوتنا المغاربة اللي كانوا كيعانيوا من 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 زلزال الحوت. كن دائما على اطلاع بآخر الأخبار والتطورات عبر جريدة بريس تطوان.